عليكم ورحمة الله وبركاته الجرائم الإلكترونية تضبط الفاشينيستا جمال النجادة وتحيلها للنيابة علمت الرأي إن إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة للمباحث الجنائية ضبطت الفاشينيستا جمال النجادة وإحالتها إلى النيابة وكان قد صدر أمر ضبط وأحضار بحق النجادة إثر بلاغ من إدارة مباحث الجرائم الإلكترونية ووكيل النائب العام وجاء الامر على خلفيه انتشار تسجيل صوتي منسوب اليها يتضمن اساءات بالغه الى النيابه العامه بعدما حققت معها في شبهات احيلت اليها من وحده التحريات الماليه بتضخم الحسابات البنكيه وشبهه غسيل اموال